مبادئها وإسهامها الدائم وفي كل الأحوال على تأمين المسارات السلمية للأمة. تحية لكل مجاهدينا ولكل. لسنا هنا في هذا المقام لنسرد التاريخ، إنما نستحضر معا رسالة الشهداء ونذكر بالعبر والإثارة المتحصن في ذاكرة شعبنا المجيدة، حتى تتخذ الأجيال المتعاقبة من هذا الرصيد التاريخي مرجعية في عملها وفكرها وتشييدها للحاضر المجيد والمستقبل المشرق. وهنا تكمن المسؤولية، كل المسؤولية التي يجب أن تصبو إلى مستوى هذه التحديات والرهانات، ولن يتأتى ذلك إلا بالوحدة ورص الصفوف والعمل الدؤوب بموضوعية وجدية والتسلح بالعلم وحب الوطن، لتتبوأ الجزائر المكانة الجديرة بسامي مقام الشهداء الأبرار والمجاهدين الأماجد.